تحية طيبة وبعد إلى مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك، معكم عبد الله بعلبكي ومن خلف الكاميرا الزميل محمد الشيخ من منزل المودع محمد عيسى، المودع اللي اقتحم مصرف مجموعة البحر المتوسط أمس في جب جنين وطالب بوديعته وحصل عليها، وتبلغ الوديعة ما يقارب 6150 دولار. ونقلنا لكم تفاصيل هذه القضية عبر بث مباشر أمس من أمام المصرف. حاليا محمد موقوف بمخفر بيادر العدس، ونحن موجودين بمنزله للتحدث مع والده اللي رح يحكينا أكثر عن محمد، عن حالته الصحية اللي دفعت محمد ليقوم بالفعل اللي قام فيه امبارح، إضافة إلى تدهور حالته الصحية صباحا، وكيف ما قادر يشوف ابنه، أو بالأحرى كيف راح على المخفر ومنع من رؤية ابنه. كل هذه التفاصيل رح نسمعها عبر هيدا البث المباشر مع والد المودع محمد عيسى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. خبرنا اولا عن حالتك الصحيه، سلامه قلبك. الله يسلمك يا رب. حالتي الصحيه انا عندي وضع، وانا بحاجه لجهازين اثنين، وجهازين بكفوني 6500 دولار. انا عندي حساب بالبنك اللي اخذ من 3 4 اشهر، وانا اروح واجي، هن يطلبوا مني ورق وصور وتقارير، وايه هاي الجمعه وايه جمعه الثاني، ويلا بعد يومين وما في نتيجه، بكذبوا علي كينو. انا زلمة اذا بدي فوت على التواليت بده مين يفوتني، مين يطلعني، بده مين يساعدني، انا لحالي ما فيي فوت. انا امبارح الصبح كنت بدي فوت على التواليت، عم يفوتني ابني الصغير، بقوم بوقع على الارض، بقوم ابني الكبير هو محمد عيسى طالع من غرفته بشوفني مرمي على الارض، بيحملني بيساعدني، بقول لي انا رايح. قال لك انا رايح؟ قال لي انا رايح، قال لي انا ما عاد فيي شوفك اتحمل بهالوضع، هي انا الي حق بدي إيه، أنا بدي أعمل لك العملية، لو شو ما صار يصير أنا بدي حقي، أنا ما في يتحمل شوفك عم تتوجع قدام عيوني. نعم. هي اللي صار. هو قال لك أنا رايح، ما قال لك رايح لوين، أو توقعت إنه رايح على البنك؟ قعد، أنا شفته متضايق كتير وشفت الدمعة بعيونه، يعني فجأة غسل وجهه وقال لي أنا رايح، أنا رايح على البنك بدي حقي، أنا بدي أجيب حقي، بدي حكمك، بدي أعمل لك عملية، بدي وقفك عجريك، هالحالي مش حالي والوضع مش وضع. وببنك بحر المتوسط المدير أحمد حمود ولا مرة خلوني أقابله، كنت شوف أنا إبراهيم مرعي نائب المدير. هلا نحكي قبل ما نروح لهيدي التفاصيل، بداية قدمت أو محمد قدم أكثر من مستند طبي عرضناهن امبارح للمصرف بشتورة، لأنه هو الوديعة حطتها بفرع شتورة. نعم. تؤكد هذه المستندات أنه أنت بحاجة ماسة لإجراء. نعم. عملية جراحية. صح. شو هي العملية اللي أنت بحاجة لها؟ أنا بدي أعمل عملية للورك. نعم. وبدي أركب جهازين، هن جهازات الغالية. قد إيه بكلفوا؟ 6500 دولار. وقد إيه وديعته لمحمد؟ 6160 دولار. نعم. وعندي عملية لإيدي أنا كمان 2000 دولار بتكلف، عند بسام غزالي بشتورة موجود، وجبت الربور منه والتقرير منه للبنك وسلمته للأستاذ إبراهيم مرعي. من بسام؟ من شهرين. شهرين. إيه؟ هلا نحن أمامنا في المستندات اللي أعطيتنا إياهن قبل ما نطلع بهذا البث المباشر، وهو قدمتهم من السرفاند. من السرفاند قدمته للبنك. قدمته للبنك. إذا وهو هي من السرفاند قدمته للبنك، هو مع ابراهيم مرعي. نعم. استاذ ابراهيم مرعي هي. وهو بسام غزالي اثنين 2000 دولار، كمان اخذ نسخه الاصليه هو واعطاني اياها وقال لي بدي البيض الي وهو خليه معك. هني مع الاستاذ ابراهيم مرعي. هني معه موجودين. هو تقدموا من شهرين. ايه. ولما قدمتهم كيف كانت الاستجابة؟ عم بتقول كان في رفض. مش هو استلموا مني. مين؟ بيع السكيورتي. هو سيارته كانت برا انا شفتها، هو قال مش موجود، دقيت له على التليفون قال لي اعطيني السكيورتي، السكيورتي بيعطيني اياهم، هو ما قبلني ولا شافني على التليفون انا وياه. طيب ولما حصل البنك، نحن ما بدنا نحدد اشخاص، بس لما حصل البنك على هيدي المستندات كيف كان الرد؟ كان رفض او مماطله او تاجيل او كيف؟ قال لي جمعه من حكيك وعين خير. بعد الجمعه قال لي اعطيني بعد يومين وعين خير، احكي، بقول لي والله ما مشي الحال.
يا استاذ ابراهيم انت بتعرف، هو بيعرفني شخصيا انا وياه في معرفه، انت بتعرف وضعي، انا بحاجه لعمليه، انا ممكن اوقف عجلي يا زلمه، اوقف لاولادي، ساعد اولادي، في امل، الدكاتره اعطوني امل، والامل عند رب العالمين، وانا زلمه مؤمن، عندي ايمان بالله، يعني بدي امشي عجلي. يعني بلغوك الرفض، مش انه انطور، في رفض كان. لا، نطلوني جمعه وبعدوا نطلوني يومين وبلش الرفض. ورفض، وانا بقول له هن يرفضوا. كان في عروض ما بينك وبين البنك انه مثلا اعطوني جزء من المبلغ قبل ما يروح محمد ويعمل اللي عمله او لا؟ هو كان يحكي معي على التليفون، قال لي بدي اعطيه 500 دولار و70 مليون. عرض جزء من المبلغ. ايه، قلت له انا ال70 مليون حاططهم حق بنزين على الصرفند، على بيروت، على شطوره، على الدكاتره. عرض عليك 500 دولار و70 مليون. نعم، جزء من الوديعة أو كل الوديعة؟ كل الوديعة، كلها، بشرط تسكير حساب. بيعطيني 500 دولار و70 مليون وبسكر الحساب. أنا وياه خلصين. أنا أنت رفضت؟ أكيد رفض، ما أنا 70 مليون حطيت حق بنزين. نعم، شو وديعة شو؟ طيب العرض الثاني اللي كان؟ العرض الثاني أنا قلت له أستاذ إبراهيم خلينا نحل أنا وياك حبيا، أنا زلمة عندي وضع، ماني مضطر، ولادي على خط وعم يشتغلوا، ماني مطلع على المشاكل وماني فاضي وهشغلت بكرهها، خلينا نقص الفرق بالنص بيني وبينك، خي اعطينا 3000. نعم، وخلص، وانا يعني بتدين يا خيي. وصلتوا لمحل انه طلبتوا نصف الوديعه تقريبا. طلبت نصف الوديعه منه، طلبت 3000، كمان رفض، قال لي 500 دولار و70 مليون غير هيك لا، ومش مني انا، يقول لي من فوق. قلت له من وين من فوق؟ قال لي من بيروت، من البنك المركزي، هن قالوا هيك، هن ردوا علي خبر هيك إلو يعني. طيب شهرين كانوا صعبين من بعد الرفض اللي اجى على من قبل إدارة المصرف، خبرنا عن الوضع المعيشي اللي كان عم بيعانوا منه محمد، محمد اللي مسؤول عن خيان كمان صغار للأسف ما رح يكملوا تعليمهم، سمعنا، ومرته وأمه وحضرتك البي عايشين بهيدا المنزل اللي عم ننقل منه هيدا البث المباشر، هل قد كان الوضع المالي صعب عند محمد لفكر يروح على البنك ويقتحمه ويحصل على وديعته؟ أنا بعمل علاج فيزيائي كل يوم، بخربة روحة وبيروت، بيروت والله العظيم 50 دولار من عدا مصاريف الطريق، يوم ايه يوم لا، بخربة روحة 20 دولار ومليون بنزين، ما عادش رحت، لا عادش رحت، لا عاد معي قاعدة للدكاترة ولا عاد معي عبي بنزين، اقسم بالله ما بعمل علاج فيزيائي، وقفت، لانه ولادي ابدا بدي طعميهم، اي ابدا يعني، موتهم ولا انا اتعالج، ما عادش في مجال، فكرت كتير، قال ليش مش عم تروح على الدكتور؟ قلت له دقيت له، قال لي انا مسافر، قال لي والدكتور هي؟ قلت له دقيت له، قال لي هو ولاده هو من كندا مستكن هني، قال لي اجوا ولادي اللي عندي هلا مش فاضي، انا كذبت على ابني، كل مين ما راحش اعمل علاج، كل مين افش معي اروح اعمل علاج، لانه ابنه ومرته ومرتي وولاده الاثنين بدهم مصروف، بدهم ياكلوا ويشربوا. محمد هو المسؤول عن تامين كل التكاليف كله. طيب شغله كان عم بيأمن له مدخول كافي ليقدر يأمن التكاليف؟ انت بتعرف وضع البلد، شغل ما في، شغل ما في، ما في شغل ابدا، الحمد لله رب العالمين على كل شيء، بس شغل ما في، ما في شغل. يعني كان اوقات ما يشتغل مثلا، يمرق وقت ما يقدر يأمن مدخول للبيت؟ لا لايك ما عم نحكي بالشيخ موجود، يعني نقلي نقلتين بيصير. هو قبل شو بيشتغل لنذكر الناس؟ هو كان يشتغل اول شيء بخنيسر. نعم، بخنيسر، وبس صرت معي الشغله، انا كنت سوق على البيك اب، وهو صار يسوق محل البيك اب، انا ما عادش قادر السوق. تعرضت لحادث حضرتك؟ ايه تعرضت لحادث، انا صار معي شلل. نعم، نذكر نحن بحوش الحريمي بالبقاع الغربي. حوش الحريمي بالبقاع الغربي قرب البلديه. اهلا وسهلا فيكم. رحت زرت محمد، عرفت شو عمل محمد، اذا بدنا نسرد التفاصيل، عرفت شو عمل محمد، رحت على البنك شفته قبل ما يتم تسليمه للقوى، وهو قبل ما يسلم حاله للقوى الامنيه، ومن بعدها ما بقى شفته. اجاني تليفون انا انه
انا فوت على البنك دقيت لي ابن عمي انا قلت له تعال السريه اللي عندي. اجا بخلال دقيقتين كان عندي، كنت انا منزلين الولادي لتحت حطيت حالي بالسياره ورحت عنده. انا وصلت على البنك والدوله وصلت سوا. قلت له ما بتطلع من البنك، قلت له ما بتطلع من البنك لو بدك تموت حقي وبدي اياه لانه خلص. يعني شجعته ما قلت له ليه عملت هيك؟ لا بالعكس، لانه نحن ميتين ميتين ما عاد في مجال، استوينا عرفت؟ قلت له حق، قال لي حقك وجبت لك اياه، واليوم بتتصل بالمستشفى وبتاخذ موعد وعلى بكره بتعمل العمليه وما عليك مني ولا تخاف علي، بهمني انت اليوم وانا بالحب وانا هني مع الدوله بتاخذ موعد بالمستشفى وعلى بكره بتكون عمليتك وما تفكر فيي، فكر بحالك. هيك كان جوابه إلي. طيب من بعدها رحت على المخفر؟ من بعدها اخذوه على المعلومات لتحت، رحت ورا انا نظرت لتحت نص ساعه بالضبط، اخذوه على المخفر على بعيد العدس كمان لحقته. اللي هو بعيد قد ايه؟ هو بعيد عن حوش الحنين نص ساعه بالضبط، وعن جيب جنين بتقول ثلث ساعه هيك المسافه. لحقته شفته فوتوه دغري، هني سكر الباب قال يلا الله معك، قلت له بس على اذنك بس بدي سلم علي بس بدي اشوفه فين. جابوا لي اياه سلمت علي بوسته قلت له الله يرضى عليك. قال لي اليوم بتاخذ موعد بالمستشفى وعلى بكره بتكون عمليتك، لا تفكر فيي. وبالفعل اللي صار اخذت موعد من المستشفى بعد لانه افكر فيه، هو قال لي هيك بس انا بيلي عندي. اليوم رجعت رحت شفته او لا؟ اليوم رحت انا وابني وعائلته، اخذنا له ترويع ورحنا لعنده، سلمنا عليهم بكل احترام ورواء. يسعدني هالصبيح يا وطن، الله يرضى عليك، بدنا نصبي على الصبي اللي ما فيه، اعطيني هالاغراض وجيب له شحاطه وبعتذر منك. قلت له الكرامه لله، خليني اشوفه دقيقه. هي مره اللي منعوك او اكثر من مره لتشوفه؟ ثلاث مرات اليوم، ثلاث مرات. لا امبارح مرتين واليوم مره. اليوم بس رحت الصبح، امبارح مرتين واليوم مرة. هو طبيعي هلا لأنه بمرحلة التحقيق بيكون في سرية التحقيق، في محامين، في محامي توكل، وكلته محامي، تابعته جمعية صرخة المودعين مثلا؟ أنا متابع على جمعية صرخة المودعين وأنا وكلت محامي نعم، بس اليوم عطلة عيد مولد النبي إن شاء الله بنعد على الجميع بخير. عبقنا الله راضي من الصبح حيبلش الشغل إن شاء الله. المحامي هو المحامي اسمه محمد بركات، أنا وكلته. طيب ليه كانت المناشدة اني بدي شوف ابني اول ما فتنا؟ يعني حتى على التليفون قلت لي بدي شوف ابني، اذا شفته شو رح ترجع تقول له؟ رح ترجع تكرر ذات الكلام او بس بدك تشوفه لتطمن عليه؟ حط حالك محلي وعندك ابنك وهيك، شو شعورك؟ بيكفي علي شوفه، بيكفي. المطالب اليوم انك تشوفه؟ ايه بس شوفه، صبي عليه ابني سندي الكبير عندي، بس بدي صبي علي ما خليني. محمد قد ايه عمره؟ محمد مواليد 97، بعده صغير يعني، بس رجال، ابن رجال مثل ما انا بقول. عم تحكي بفخر عن اكيد هيك، لانه سيري، لانه ناهب من شغله على بيته، من بيته على شغله، لعند ولد عمه لا اخطا ولا اقل، كل قعدته بهالبيت هو ولد عمه بضل معي، ما في يتركني. اذا وراء الشغل ولادي ولد خيي بضلوا حدي، انا بدي مين يضل استند علي؟ انا ما فيي لحالي. نعم. ايه انا ما فيي لحالي. طيب رح اترك لك الرساله الاخيره. نعم. تقولها للمشاهدين وتقولها بركي للمصرف اللي له كمان حق الرد على اللي قاله بطبيعه الحال، شو حابب تقول؟ أنا بنتمنى من الدولة ومن المصرف ينظر بهالشيء ويطلعوا فينا ويطلع ابني اليوم أو بكرة، لأنه أنا ابني هو سندي وأنا ما إلي غير الله وهو يعيني بهالبيت. هو إذا اشتغل منعيش، وإذا ما اشتغل، إذا اشتغل بناكل وما اشتغل ما بناكل. هو والمصريات اللي أخذناهن
بدنا نتدين فوقهم لنقدر نكفي العملية. هاو ما بيكفونا، ما بيكفونا العملية. قلت لي 6500 دولار. ايه العربية انا ما في جريتها، كل مين عندي عملية لإيدي 2000 دولار بتكلف عند بسام غزير بشتورة. نعم. ايه شكرا لك وسلامة قلبك. وطبعا مثل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام رح يكون في حق الرد دائما محفوظ لكل الجهات ولكل المحاور بأي قضية، يعني للمصرف في حق الرد. ومعنا شيخ منطقة حوش الحريمي الشيخ قاسم الغزاوي، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك. هلا أستاذ عبد الله، حياك الله. كيف كانت ردود الفعل بحوش الحريمي على اللي عمله محمد؟ اللي سمعنا منك ومن بقية الأهالي إن هو شاب خلوق ومحترم وما بيبين عليه أبدا أنه ممكن يلجأ للي لجأ له مبارح. بالحقيقة محمد يعني إنسان، يعني إذا قلت لك قد ما أقول لك عنه صاحب أخلاق وذوق الصبي بيكون هيك حقيقة، لأنه هو نحن من صار الحدث فجأنا أنه محمد بيعمل هيك، لكن لما عرفنا الحيثيات اللي صارت فبررنا يعني الغلط اللي صار. هو نحن طبعا مش عم نقول صح اللي صار، بس اخر شيء في حق بده اياه، بده حقه يعني الزلمه، عرفت كيف؟ وخاصه بوضع بيو يعني بهذا الوضع السيء اليوم اللي هو فيه. انا هم بدي اقول ثلاث كلمات. الكلمه الاولى هي لكل اهلنا اليوم المستطيعين انه يقفوا مع وسام. وسام اليوم بحاجه لناس تقف معه. وسام اللي هو بيو، اللي هو بيو لمحمد. لأنه هاي المصاري اللي أخذها ما بتكفيه حتى للعملية اللي بدي أعملها. ورقم وسام هو رقم 03964577، هذا رقمه لوسام. وسام بحاجة اليوم للمجتمع، بحاجة اليوم للتكاتف، نحن نتكاتف مع بعضنا لحتى نعدي هاي الأزمة ولحتى يقوم يقف عجراي، لأنه عنده أمل اليوم، عنده طموح أنه بالحياة، فلا يتحنى لما موت له طموحه كمان. فهاي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي أنا بالنسبة لمحمد، أنا في صرخة اليوم اللي هي لصرخة المودعين وللقضاء العادل بلبنان. نحن في قضاء عادل بلبنان، أنه اليوم محمد يعني ما عمل جرم مباشر، يعني ما قتل حدا، ما أذى حدا، ما كسر شيء محمد. نحن اليوم عم نراهن على هذا القضاء أنه يقف مع محمد، ومحمد يطلع بأسرع وقت لأنه أهله بحاجة لإله. لأنه إذا محمد ما اشتغل في اليوم يعني في عائلة طويلة عريضة اليوم وضع مأساوي حيكون حياتها. والكلمة الثالثة هي شكر لك أستاذ عبد الله ولخينا محمد الشيخ كمان ولإذاعتكم ولقناتكم المباشرة اللي طبعا أضاءت على هذا الأمر. وحقيقة نحن يعني بنفتخر بأمثالكم ومنقدر هذا العمل عم بتقوموا فيه وبنكبر فيكم، لأنه أنتوا آخر شيء أنتوا الصوت الحر وأنتوا ضمير هاي الناس يعني. وإذا ما نقلت الصورة مثل ما هي حقيقة، مثل ما هي على الواقع، فمين بدي نقولها؟ فأنا بحييكم وبحيي قناتكم كمان. شكرا جزيلا لك، وشكرا لجميع المشاهدين على متابعة هيدا البث المباشر اللي رح نتابع طبعا بأكثر من متابعة مستقبلية حول هذا الملف والتفاصيل اللي ممكن تكون جديدة وبتحمل أخبار، ممكن تحمل أي تطورات يعني بهيدا الملف. كان معكم من حوش الحريمي عبد الله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.